فريق جمعية وهران وشبيبة سكيكدا كان في أمس الحاجة لنقاط المقابلة، خاصة الجمعية المحلية الموجودة في وضعية لا تحسد عليها مع معاقبة جمهورها، وبداية اللقاء بندية ملحوظة بين عناصر التشكيلتين ومطالبة الفريق المحلي بضرب الجزاء في الدقيقة السادسة، غير أن السيد الحكم إبراهيم طالب بمواصلة اللعب. من جهتها شبيبة سكيكدا اعتمدت عناصرها على الهجمات المرتدة دون أن تأتي بنتيجة، إلى أن أعلن الحكم على ضربة الجزاء لصالح سكيكدا في الدقيقة 20 واحتجاج عناصر جمعية وهران على القرار وتوقف اللقاء لمدة 4 دقائق، ثم استئناف اللعب وتقدم شبيبة سكيكدا في النتيجة بعد تسجيل ركلة جزاء من اللاعب خناب. ولم تستغل جمعية وهران عامل هبوب الرياح لصالحها، وبعد محاولات عديدة تمكن أشبال المدرب سليماني من تعديل النتيجة بهدف وقعه اللاعب خلف الله. وبعد انطلاق الشوط الثاني ب5 دقائق سجل أبناء المدرب بن شوية الهدف الثاني عن طريق اللاعب ناصري. رد فعل جمعية وهران كان في الدقيقة 68 حين سجل اللاعب بوتيش هدف التعادل إثر ضربة جزاء، وبنتيجة 2-2 انتهت المقابلة بين جمعية وهران وشبيبة سكيكدا. احنا جينا بنية باش نفوزوا بالمقابلة، وشفتوا اليوم الأداء تاع اللاعبين كان في أرض الميدان، كنا نسهلوا باش ندوا لي 3 بوان وجات 1 بوان فيها بركة. نشكر اللاعبين المجهودات اللي بدوها. واش نقول لك؟ نقول لك مقابلة ما كانتش سهلة، تلعب مع فريق اللي راه يلعب في أسفل الترتيب، يلعب على البقاء. احنا لوبجيكتيف تاعنا تغير بالك، وربما شفنا الفريق تاع سكيكدا خاصة في المرحلة الثانية شفنا وجه آخر. هذه النقطة إن شاء الله تزيد تخلينا نأمنوا بالحظوظ تاعنا وبالبقاء تاعنا في القسم الوطني الثاني إن شاء الله. وجمعت واحد.